الحقيقة الزواج دكتورة ماريا هو ليس نوعا من قضاء الوطر الذي يفسر العلاقة بين الذكر والأنثى، نعم، وإنما هو في الإسلام منظومة أخلاقية ذات أهداف ومقاصد متعددة. جميل. والمشكلة حقيقة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية لا ينظرون إلى الزواج باعتباره منظومة ولا باعتباره ذو أوصاف ومقاصد متعددة، وإنما لسان حال الآباء والأمهات أن ابنتي كبرت ويجب أن أستر عليها، وأن ابني كبر ويجب أن أزوجه، بغض النظر حقيقة عن الخطوات أو الأخلاقيات التي شرعها القرآن الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق المقاصد الأساسية للزواج. صحيح. أول شيء دكتورة ماريا أنه لازم تكون عندنا ثقافة تتولد حقيقة، هذه الثقافة قد تكون ثقافة معرفية وقد تكون ثقافة سلوكية تربي الأبناء من خلال العلاقة بين الآباء والأمهات. إذا من خلال الصغر. من الصغر. صحيح. إنه يتلقى الأبناء إنه الزواج مسؤولية. نعم. الزواج مو قضاء وطر. صحيح. وإنما الزواج مسؤولية، ومسؤولية مو فردية، وإنما هي مسؤولية تتعلق باندماج أسرتين بل وعشيرتين.